هذا سائل من بريطانيا يقول: كيف أنصح أسرتي الذين يشاركون الكفار في أعيادهم، أعياد نهاية السنة، وما حكم أكل الطعام الذي صنع لهذه الأعياد؟ لا يجوز أكل الطعام الذي صنعوه لأعيادهم، لأن في هذا إقرارا لهم على ما عملوا وتشجيع لهم على هذا العمل، والواجب تعتزلهم، تعتزلوا أعيادهم وتجمعاتهم. نعم.